في إطار مساعيها وجهودها الإنسانية، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية عرماء بمحافظة شبوة، وبلغت كمية المساعدات ما يزيد عن 85 طناً و600 كيلو جرام من المساعدات الغذائية العاجلة، ومن المتوقع أن يستفيد منها ما يزيد عن 11 ألف مواطن. وأعرب مواطنو ووجهاء مديرية عرماء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر نظير جهودها الكبيرة في يد مدى العون للمواطنين والنازحين في المديرية وإعانتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة. هذا وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مشاريعها الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة والظروف الصعبة التي يقاسيها المواطنين في شبوة، وتعمل على تلمس احتياجات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأسر الأشد فقراً. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشاريعها الإنسانية والإغاثية في محافظة شبوة، واليوم تدشن الهيئة المساعدات الغذائية في مديرية عرماء بمحافظة شبوة، وهذه المساعدات عبارة عن 85 طن من المساعدات الغذائية مكتملة الأصناف. وتأتي هذه المساعدات بحرص وبتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في محافظة شبوة وبالأخص في مديرية عرماء، وكذلك من أجل تخفيف الصعوبات على أبناء هذه المديرية وتحسين مستواهم المعيشي. فأنزل عن نفسي وعن أبناء مديرية عرماء مشايخ وعيان وجميع ساكني عرماء من نازحين، أشكر دولة الإمارات العربية وذراعها الإنساني هلال الأحمر الإمارات، نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة منهم وليها غريبة منهم، وهم سباقين الخير ونشكرهم شكر كثير كثير، ونتمنى منهم المزيد والمزيد.